لهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي موكب النور، الذي يشرفني أن أكون ضيفا عليكم في بيوتكم في مثل هذه الساعة من الأيام المباركة تلك. أدعو الله عز وجل أن يفك كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم يا رب لا تدع لنا في هذه اللحظة العظيمة من يومك الكريم هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصنته. اللهم يا رب أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، وأوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة لأجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، انه اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. هذه آية من الفرقان في كتاب الله الفرقان الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أولا، الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عوتها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علا مات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أولا، علمني علماؤنا الأجلاء وتعلمت منهم، وما زلت أحبو على مدارج العلم متعلما لا عالما، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، لا رد لقضاء الله. أربعة تدخل في صميم عقيدة الإنسان. لا راحة في الدنيا، والله المؤمن سبحان الله العظيم لا يستريح في الدنيا. حبيبنا يقول صلى الله عليه وسلم أن يكون أسعد الناس بالدنيا، ويتكلم عن علامات الساعة، لكع ابن لكع، اللي هو الذين لا قيمة لهم، هم اللي فرحانين وبيهيصوا وبيعملوا هيصة، هم اللي فرحانين بالدنيا يظنون انها دانت لهم. لا، الذي ليس له سلام مع نفسه ليس منه سلام على الاخرين، ولن يكون هناك سلام عالمي في العالم كله الا اذا سلم الانسان مع نفسه اولا ومع المجتمع المحيط به. وخيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الانسان الذي لا يعطي اهله زوجته اولاده السلم والسلامة والأمن والأمان لا يستطيع أن يعطيه للآخرين بهذا المنطق. فالدنيا ساعة اجعلها طاعة، فالدنيا لا تدوم. يعني ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. أنا ماسك حفنة مية وبعدين من كثرة الألم أو عدم التحمل فرجت بين أصابعي. هكذا الذي يأمن للدنيا سبحان الله، انها تتزيى بزي عدو في ثياب صديقي، هي كده تتبع. خلي الناس ايه تبهر بيها سبحان الله. ف
لكن المؤمن لا. فتنتهي الدنيا ويقول رب العباد ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. دي الكلام عن الساعة، عن القيامة. السماء خلاص تشقق، الغمام السحب الكثيفة تنزل، سبحان الله، ونزل الملائكة تنزيلا. ليه؟ لماذا تنزل من الملائكة عايشة في الملأ الأعلى أو عايشة في عالم السماوات وعالم النور؟ يعني لا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد، خلاص سبحان الله. فسكان السماوات يتركون وينزلوا إلى الأرض، يعملوا إيه؟ يحيطون بأهل المحشر. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، سبحان الله، أنزلهم رب العباد بأمره. ليه؟ يحيطون بالمحشر. إيه ده يعني؟ هو في حد يهرب؟ لا، لكي يعني لا يخيب خائب ويظن أن هناك من ملجأ، يعني لو يجدون ملجأ أو مغارات يعني لولوا إليه وهم يهرعون. لو، لكن هم لا، لن يجد، خلاص انتهى الموضوع، قضي الأمر. عايز له يوم، عايز سنة، عايز شهر، عايز ساعة يتوف بها، انت أعطيت العمر كله. طب يقول لك لحظة، ولا لحظة، لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. فسوف يأتي يوم يدخل علي ملك الموت، خلاص رحت عالم البرزخ، أقضي فيه ما أشاء، ما يشاء الله، أقضي فيه ما شاء الله لي أن أقضي. وبعد كده ينفخ في الصور مرة، إيه الأولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هنا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. الله على الكلام المبشر. الملك ساعتها يملكه رب، لم يقل الملك يومئذ للقهار، لا، الملك يومئذ الحق للجبار، وهي أسماء لله، صفات الجلال، لكنه قال الملك يومئذ الحق للرحمن. للرحمن مش للرحيم، تمام؟ لا، عشان تبقى في قمة الرحمة. إن الله خلق الرحمة 100 جزءا، أنزل إلى أرضنا جزءا يتراحم بها الخلائق، وحجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة. نزل جزء، حتى في نص حديث يقول حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطأ وليده فتؤلمه. انظر يا من لا تعيش في البادية ولا في الريف، انظر إلى عالم الحيوان في القنوات المتخصصة، الله أكبر، تجد الزرافة الكبيرة دي الضخمة ينزل منها سبحان الله ولدها، هي ضخمة، شوفين، وهي واقفة تلد واقفة، وينزل منها سبحان الله من هذا البعد ينزل على الأرض ويتنظر إليه. سبحانك يا رب العباد، لا في حد سري ولا طبيبة ولا ممرضة ولا قابلة، سبحان الله. وبعدين بعد شوية يتنظر إليه كده، وإيه، إذا تحركت سنتيمترات تتحسس حافرها، تتحسس قدمها الإيه اللي يطأ ولدها. بعد ما فيش دقائق يقف على 4، الله أكبر. والله أضعف مولود هو المولود الإنسان، وهو أتعب المولود المواليد، متعب. تاني بعد الفرخ يطلع من البيضة، بعد لحظات يبتدي ينقر، بعد ما يتعلموا أبوه وأمه ينقر في الحب، والتاني شوية يفضل يرضع من ثدي أمه العجل أو العجل البقر ولا فصيل الناقة، ويرفع فمه كده لأعلى ويرضع، ولا ابن الزرافة، وسبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة، وبعدين يعتمد على نفسه بعد ذلك. لكن احنا ابن ادم في ظل سنة بتطلع له الاسنان والانياب والاضراس والارحاء، يعلموا الاكل، وبعدين يهرسوا له الاكل، وبعدين يضربوا له الاكل في الخلاط، وبعدين سبحان امه تبرد له في الاكل، لا اله الا الله، ويظل ويتفطم بعد سنتين، يبتدوا يدوا له الاكل البديل او الاكل الاصيل، ويظل هكذا طفلا
يجي يمشي يقع يمسكه ابوه وامه، الثاني سبحان الله بعد لحظات المواليد الاخرى لا اله الا الله. فالعبد سبحان الله العظيم يعني يجب ان يشكر الله على نعمه، وخلق الانسان ضعيفا، خلق الانسان ضعيفا، فلما ينسى الانسان هذه المساله ينسى الاخره. والملك يومئذ الحق للرحمن، ورب العباد اقام هذا العالم على الرحمه. فهو للاسف انقسمت البشريه الان الى مجتمع اول ومجتمع اخير، او مجتمع متقدم ومجتمع متخلف، او مجتمع الشمال ومجموعه الجنوب. هم قتلوا الحياء اللي هو المجتمع الغربي، ونحن قتلنا الابداع. هم قتلوا الحياء ونحن قتلنا الابداع، والعالم لا يعيش والحضاره والمدنيه لا تعيش الا بابداع وحياء. ده الخجل، مش الحياء اللي هو الخجل الكسوف، لا، حياء بمعناها العام، معنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. فالملك يومئذ الحق للرحمن. امير المؤمنين سمع صوت الرعد فخاف، ارتبك، ايه ده؟ فكر ان حد، ما كانش فيه رصاص ولا شيء، فكر ان ايه ده الاصوات دي، قعقعة سلاح دي ولا ايه. قال احد الصالحين بجواره: يا امير المؤمنين، هذا صوت رحمته، فما بالك بصوت عذابه؟ ده صوت الرحمة، من صوت العذاب بايه؟ يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يملك، الملك يومئذ، لكن طب الملك يومئذ، طب الملك اليوم في ايه؟ قال ما هو في احيانا ربنا يولي بعض الناس رقابة بعض الناس، ده امير وده غفير وده وزير وده مدير وده رئيس وده امير وده امبراطور وده ملك، سبحان الله. قد يعني يصدر اوامر بحكم ما اخذوه، ان يستن هذا، يؤذى هذا، يعذب هذا، يقتل هذا، يعدم هذا. والمصير بعد ما يعدمه يقول اعدم لصالح الدولة. الله، طب الجرير اللي عملها كده لصالح الدولة، وفي صالح دولة تقتل. المهم يعني امور عجيبة. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. يا الله، يوم شديد. ليه؟ لان فضيحة الاخرة لهؤلاء الكفار مصيبة. ونحن قلنا ان كلمة كفر يعني غطى، وغطى الفطرة التي خلقها رب العباد فيه، فطرة الله التي خلق الناس عليها. هذا اليوم يوم عسير على الكافر، وكان يوما على الكافرين عسيرا، من العسر ليس من اليسر. ليه؟ لان لا له شفاعة ولا حسنة ولا رجوع للدنيا ولا استئناف ولا محكمة تانية ولا محكمة درجة ثالثة. لا، هو قضاء انتهى الموضوع، هو الذي قضى على نفسه وكتب اخرته بيده. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى انما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر اخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم يقول رب العباد في الاسراء: واذا اردنا ان نهلك قرية، ربنا عايز يهلك قرية، مدينة مدنية، حضارة، اي شيء، امرنا مترفيها. وفي قراءة ابن عباس: امرنا مترفيها. المترفين اللي هم اعطوا السلطة والجهة ولم يتقوا رب العباد عز وجل، امرنا مترفيها، ففسقوا فيها. فسقوا فيها يعني ايه؟ يعني خرجوا من عرف القوم، خرجوا. جماعة كانوا في الستينيات من المعاصرين لقضية معينة، وحولوا القضية من قضية اسلامية الى قضية للأسف قومية عربية، وكانوا يعني مكونين جماعة كده يعني تتبنى قضية بلدهم المحتل اللي احتلها الاخر. فذهبوا في سنة 69 لمقابلة ماو تسي تونغ اللي هو الزعيم الصيني المعروف. هذا الزعيم كان شيوعي ملحد لا يؤمن بوجود الله، فقال لبتوع المراسم: يعني خلوا بالكم، الجماعة دول عرب مسلمين، واحنا في شهر فضيل، ده شهر رمضان، شهر مقدس عندهم، يصوموا ويمتنعون عن الطعام والشراب من
الغبش الفجر حتى غروب الشمس، فلا تقدموا لهم طعاما، واحذفوا من الثلاجات الصغيرة والبرادات الصغيرة اللي يسموها الميني بار اللي في الغرفة، غرف الفنادق، الفندق اللي نازلين فيه يعني، شيلوا الخمور والمسكرات دي لأنهم لا يشربونها فهي حرام عليهم. بس وكان معاد مقابلات مع ماو بعد 3 أيام. لاحظ الذين يشرفون على خدمتهم أنهم يطلبون الطعام والشراب والمسكرات والخمور في نهار رمضان، فبلغ ماو بهذا. فما الذي قاله؟ بدأ كلامه معهم وهو شيوعي ملحد: إن الذي يحمل قضية ويخالف بسلوكياته أعراف ومعتقدات قومه لا تنتصر قضيته. يا الله، والله الحكمة ضلت المؤمن. الرجل الشيوعي الملحد وليه اللي يحمل قضية معينة ويخالف المعتقدات ويخالف المآثر بتاع قومه ويخالف القيم التي اعتادها قومه، ويقصد الدين يعني، لا تنتصر قضيته. وقد صدق الرجل وهو ملحد. كان انصاف القرآن لبلقيس قبل ان تسلم، قالت: ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، فقال ربنا: وكذلك يفعلون. يعني صدقت يا بلقيس فيما قلت. يا الله، وعرض القرآن الرأي والرأي الاخر: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه ندما. يقول ايه العرب؟ تقول ايه؟ عض اصبع الندم. وكان احد الشعراء يقول: كأني سبابة المتندم. انت كل واحد يضغط عليك كأننا الايه، كأننا السبابة بتاع المتندم اللي بيندم فيعض ايه. يوم يعض الظالم على يديه، الظالم اللي ايه تعدى الحدود وظلم الناس، يوم يعض الظالم على يديه يقول ايه؟ ماذا يقول؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليت مشيت في الطريق، السبيل الطريق، وان هذا ايه صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ده سبيل الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. يعني اذا الطريق واضح، المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الصادق يسمع كلام الله يخاف، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول. شوف، ركب بحر الامان فوصل الى ساحل المفاليس. انت تركب بحر الامان تصل الى ساحل، مش السلام، لا، تصل الى ساحل الندامة. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلته، يا هلاكه. يدعو على نفسه: ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ما هو يوم القيامة الواحد يفر من ايه؟ امه وابوه، ويفر من امه وابيه وصاحبته وبنيه، كل اخوه ابوه عمه خاله، كل ما فيش، سبحان الله العظيم. يعني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحان، كل واحد يسأل عن نفسه: نفسي. الانبياء، كل دعوات الانبياء والملائكة والصالحون: يا رب نفسي، يا رب نفسي، يا رب سلم، يا رب سلم. الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب امتي، يا رب امتي. سبحان الله، بهذا المنطق الطريق واضح. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هم نتخذ من خليل؟ قالوا: الخليل من الخلة، يتخلل يعني حياة الإنسان، يعني لقد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم: يعني لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خالل الرحمن سبحانه، قال الرحمن عز وجل. فالمسلم الصادق هو إنسان سبحان الله إيه يعني ينتقي، يعني يأخذ من الصفوة. إيه صفات الخليل لنا صادقه؟ خمس صفات: أن تذكرني بالله رؤيته، وأن يدلني على الله حاله،
وان يزيد في علمي منطقه. خلي بالك، وان رآني غافلا ذكرني، وان رآني ذاكرا اعانني. ثاني، هذه هي الصفات الخمس. الانسان اللي اخالله او اصادقه او اصاحبه او امشي معاه، اذا رأيته ذكرتني بالله رؤيته، دلني على الله حاله، زاد في علمي منطقه، ان رآني غافلا ذكرني، ان رآني ذاكرا اعانني. لو مش موجود الخمس صفات دول لا اصاحب احدا. وذلك هو قال ماذا قال؟ يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ليه مش معايا ده؟ سبحان الله، اصحاب المقهى واصدقاء النادي والجلساء السوء ورفقاء السوء، كل دول يكفروا بعضهم ببعض. كلما دخلت امه لعنت اختها. يعني هؤلاء يوم القيامه يتبرؤون من هؤلاء. يعني 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 سبحان الله، يعني يظنون انهم سوف يحملون اوزارهم، لا، هم يحملون اوزارهم على ظهورهم كاملة يوم القيامة، واوزار الذين الناس اللي ايه اللي مشوا معهم برضه. من استنى في الاسلام سنة حسنة. سبحان الله، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يا الله، يتبرأوا. الله، ده قتل من اجله وعمل من اجله وظلم من اجله وتعدى على الحقوق من اجله. قال لا، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فوجب علينا أن إذا انتقينا ننتقي من تذكرنا بالله رؤيته ويدلنا على الله حاله ويزيد في علمنا منطق، وإن رآنا غافلين ذكرنا، وإن رآنا ذاكرين أعاننا. هذا أمر. الأمر الثاني أن المسلم الصادق سبحان الله هو إنسان يعني سبحان الله يعني لا يتخذ إلا يعني من يأخذ بيده إلى طريق الخير. تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. أول ما تلاقي إنسان حر، واضح؟ لأن الإنسان لما ينتهي عمره، عمرك الحقيقي كما قلت لك من قبل لا بذاكرة الأيام، لا، عمرك الحقيقي بميزان الأعمال وميزان الإيمان. هو ده العمر الحقيقي، ده العمر اللي انت تبت فيه الى الله، العمر اللي انت عملت فيه يعني سبحان الله. ليه؟ لان العمر الحقيقي هو عمر يحسب بمدى نقاء قلبك. احنا مش درسونا زمان في المراحل الاولى، المراحل الاولية والابتدائية، حالات الرفع والنصب والجر والسكون. انت لو عملت القلب ده حالة نحوية، ففي حالات يرفع فيها القلب، وحالات يفتح فيها القلب، وحالات يخفض فيها القلب، وحالات يسكر ويقف فيها القلب. يا الله، ازاي يعني؟ يعني اذا قلنا ان هذه كلمة مرفوعة، هذه كلمة منصوبة، هذه كلمة مجرورة، هذه كلمة موقوفة فيها سكون. القلب هكذا يرفع القلب بالذكر، لا يرتفع القلب الا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا يطمئن قلبي إلا إيه؟ أن أرفعه بذكر الله. أن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يخرجكم من 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 ظلمة المعصية ووهدات الانحراف إلى طريق ومحجة الاستقامة. طب انا ازاي اعرف ان قلبي مرفوع بالذكر؟ قال اول شيء احب كلام الله، واحب الجلوس عمن يتكلم عن كلام الله، واحب الذين يطبقون كلام الله. لا اناكدهم، لا اعاكسهم، لا اضع الاحجار، اما لا اسخر منهم، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. فده مجرم. ليه؟ لانه بيسخر من المؤمن.
ولما يجد قريبته أخته الكبيرة ما شاء الله التزمت ولبست الحجاب، هو أصلا عائلة زي ما يقول عليها اليوم دول إتيكيت، ملهاش دعوة بالكلام ده كله. ستنا الشيخة جت، ستنا الشيخة وصلت، ادعي لنا، خلينا على جناحك يا عم. بس يعني لو تمسك لسانك، إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا، إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا، مفيش دعوة يعني لا إله إلا الله. طيب القلوب ترفع بالذكر، طب تفتح بإيه؟ لا تفتح القلوب إلا بالرضا، الرضا بمواضع القدر، الرضا بما قسم الله لي. يا قال سيدنا أيوب لإبليس، قال له يا لعين لو علمت النعمة التي أنا فيها لحسدتني عليها. إن النعمة إذا أنت مشلول شلل رباعي أدي لك 18 سنة. قال له نعمة الرضا عن الله، قال لي يا ربي يا أيوب ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس وأنا راض بما قسم الله لي. الله، هو راضي، الرضا دي نعمة سبحان الله. يعني دع المقادر تجري في أعنتها، ولا تنامن أو لا تبيتن إلا خالي البال، فبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. الكون له مكون، وإذا شئت أن ترحل لا ترحل من كون إلى كون، فتكون كحمار الرحى. النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي بدأ منها. عزكم الله الحمار أو التور اللي بيجر الساقية، ها بيدور إيه 360 درجة. النقطة اللي بدأ منها هي النقطة اللي يصل لها. لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى. النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي بدأ منها، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، ارحل من الأكوان إلى المكون، وأن إلى ربك المنتهى. طالما أنت مع المكون خلاص خلاص سبحان الله. أنت وصلت مع المكون. يا رجل يا مؤمن، أنت لما تروح تدخل إلى المطار أو إلى مكان سفر ومعك بطاقة سفر وكده تدخل مع الناس عادي، لكن لو سرت مع رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو الملك أو الأمير، هل تدخل كده وتقف في طابور؟ تدخل من سبحان قاعة كبار الزوار وقاعة مش عارف الفي اي بي واللي مش عارف ايه، سبحان الله، تفتح لك المجالس واهلا وسهلا، ولا حد يطالبك فين الاثبات وما فيش اثبات، اهلا وسهلا، وكله يرفع تعظيم، تفضل يا باشا، تفضل يا استاذ، اهلا وسهلا، معاليك، تفضل معاليك، اجلس معاليك، تشرب وتاكل ايه، سبحانك يا رب. انت ماشي مع بشر. الله، امال اللي يتوكل على الله حق التوكل ويبقى في معية الله. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا، نحن في معية الله سبحان الله. ولما أنت في معية الله عايز إيه سبحان الله؟ لا تريد أنت خلاص ملكت، لا إله إلا أنت سبحانه، سبحان الله العظيم. فالعبد المؤمن هو ده اللي يفتح قلبه بالرضا، فالقلب يرفع بالذكر ويفتح بالرضا. والرضا إيه؟ الأقصى درجات، أعلى درجات الرضا أن تستوي عنده النعمة والبلية، لأنك ليهما من الله عز وجل. يا الله، وطبعا درجة عالية. يعني من المبتلي هو الله، ومن المنعم هو الله، خلاص يبقى هذه من الله وهذه من الله. الله، مش احنا الأولاد بنقصوا عليهم في التربية ونمنعهم من أشياء معينة، أو الولد المريض بمرض معين نمنع عنه ممنوع شيء من الله، قسوة من قلوبنا أم رحمة به؟ ها؟ يبقى المنعم والمبتلي هو الولد، شايف ان ده ابتلاء. لكن انت كأب ولد عنده 4 سنوات تجيب له الطبيب او الممرضة تدي له ابرة حقنة مؤلمة ويتألم ويتعجب، كيف ان الاب ابويا صاحبي حبيبي ده اللي بيحضنني وكده وينفق عليه ان يجيبني ويؤلمني بهذا الامر، واللي دخلني غرفة عمليات ويخلي الطبيب يفتح لي بطني وياخد كذا وكذا. هو بالنسبة للولد قليل الفكر وضيق التفكير ان ده ابتلاء، والاب شايفها ايه؟ نعمة، نعمة. يعني سبحان الله العظيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا والله لنا دي حط تحتها 1000 خط. ليه؟ أصلا يراجب النص، القياس، السياق النص يقول ايه؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، أما لنا ده يبقى مكسب، لأن ما هو اللي كتب عليك ده مكسب، بس أنت مش واخد بالك. قال يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلوا
ويجعل الوود عليه على يهب من يشاء عقيمه. فالعقب هنا هبه من الله، هبه من الله. على ربما لو رزق بمولود او غيره، يمكن والعياذ بالله المولود ده يتسبب له، يمكن يتسبب في دخول النار ويطلع زي ابن نوح ولا شيء. فالقلوب تفتح بالرضا وترضى ان تستوي عندك النعمه والبليه، النعمه والبليه، ولا ترى يعني الدنيا عندما تشير او تكبر اناسا معينين لا تظن ان الحال يستمر هكذا. لا، فين البرامكة اللي كانوا يعني هارون الرشيد معتبر انهم كانوا على سدة الحكم معه ثم نكل بهم؟ اين ذهب الرومان والاكاسرة والقياصرة، فراعنة قارون وهامان، كل دول؟ فين ابو جهل اللي قال لا نذهب الى بدر ونذبح الجزور ونشرب الخمر وتعزف لنا القيان، اشتغل حفلة راقصة، وبعدين وتسمع العرب كلها بنا، ماذا صنع؟ قتل في المعركة وألقي في القليب في البئر. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أصحاب القليب، إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يا الله. قالوا: أتكلم جيفا يا رسول الله؟ قال: هم لكلامي أشد استماعا منكم، ولكن لا يردون. مقدرش يرد. الله، مش احنا بنسمع قرع نعال اهلنا وهم يغادروننا بعد الدفن؟ هو لو الناس كلها كبير وصغير وضح في ذهنه المنطقه دي، يقول لا كنت فين يا فلان؟ والله دفننا فلان ورجعنا. يا الله، وفلان مات؟ مات نص صباح اليوم، سبحان الله. ومات ليه؟ ناس كان مريض. وفلانه ماتت ليه؟ لا مش عارف، كانت كبيره السن. الله، طب وصغير السن اللي مات؟ والمعافى اللي مات؟ ها، يبقى ما فيش علاقه للمرض، يعني لا 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 يعني لا علاقه بين المرض والموت، ولا الصحه والحياه، ولا المرض وكبر السن، ولا الحياه وصغر السن. ما لهاش قانون. فالقلوب ترفع بالذكر وتفتح بالايه؟ بالرضا. والقلوب تكسر، تبقى قلب مكسور والعياذ بالله، للاسف يخفض بايه؟ بالاشتغال بغير الله، يشغل قلبه في غير ذكر الله. سبحان الله، دايما يشغل نفسه بالدنيا والبورصة والأسهم واللي باع واللي اشترى والبناية والعمارة والأرض والعقارات ومش عارف ايه. لا إله إلا الله، وقاعد على أعصابه ليل نهار. طب وده مشتغل، طب ما ده قلبه، سبحان الله. فإذا كسر القلب ولم يصلح، ها، وصل للحالة الرابعة، الوقف، سكون، يتوقف زي المونيتور اللي محطوط في غرفة الانعاش يقيس النبضات والايه والمؤشر بتاع حياة المريضة، ان النبض وصل كذا ونبض وصل كذا. يتوقف متى؟ في الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. يبقى القلب الايه؟ الغافل. والغفل ده يجي منين؟ من قسوة القلب. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ده انسان سبحان الله يعني قلبه بدأ ايه؟ يعني لا اله الا الله. هذا الانسان صاحب القلب المنخفض المكسور المتوقف لا يستطيع حتى ان يخرج من لسانه كلاما طيبا. حتى العلماء يقولون ايه؟ الكلام اللين يهزم الحق البين. كلام اللين جميل، وان الان الكلام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام واطعم الطعام، اللي بيعملوا الخيرات دول اهل الخير، هم دول القلوب الحيه. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا انه اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. يا الله، يعني ايه اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني؟ يعني الايات واضحه، هو قاعد ينقل من مسلسل لمسلسل ومن فيلم لفيلم. طب وبعدين؟ واين الوقت الذي لله؟ هو الله غني عنك وعني، الله هو الغني الحميد، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. انا مش عارف مين اللي اقنع الامه في هذا الايام اللي سبحان الله النحسات، في ارتباط عجيب. حتى القاعده اليهوديه الاعلاميه تقول: ما تكرر تقرص، ما تكرر بالكاف تقرر بالايه؟ بالقاف.
يقول لك يا سيدي كل التلفزيونات استعدت والحمد لله على كل حال ولا يحمد على مكروه سوى الله، استعدت بالمسلسل الرمضاني. ايه علاقة رمضان بالمسلسل؟ رمضان ده شهر عبادة لننقطع عن الطعام والشراب والمباحات من اذان الفجر الى غروب الشمس. طيب غربت الشمس الافطار نروح نصلي العشاء، صلينا العشاء نصلي التراويح، صلينا التراويح اللي عنده وقت يصلي التهجد، ما عندوش بيصل الرحم، ما عندوش يدعو، ما عندوش ينام ونوم الظالم عبادة. ده جميل كده، ده النظام. وربنا سلسل الشياطين، مرضت الايه الجن، جم الانس قالوا لا احنا نقوم بدور استاذنا، احنا نقوم بدور الايه العياذ بالله الاب الروحي لهم او الاب المتشيطن لهم. سبحان الله، قال شاعرهم: وكنت من جند ابليس فلما علا بي الامر صار ابليس من جندي. وبعدين يقول لك الحمد لله السنه الفضائيات العربيه مش عارف عملت 60 مسلسل ياخدوا كم وقت دول؟ يقول لك لو جلست امامهم لجلست 13 شهر تشاهدهم ولا تنتهي منهم. ما علاقه هذا بذاك؟ ده شهر رمضان له طريق التعبد، انت شغلت الناس بايه؟ فبدل شيطان الجن ربنا سلسله وخلاص وصفده، صفدت الشياطين، يقول اذا دخل رمضان سبحانه فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد من تحت العرش: يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر. يقصر ازاي؟ ده مدخل لك البتاع من تحت الباب، انت حاطط الطبق فوق. سبحان الله، لما كثرت اطباق السطوح قلت اطباق المائده، مفيهاش بركه. ليه؟ لان طبق السطح موجود، فنزع البركه من طبق المائده. تاكل اللحم في ضرر، تاكل الخضروات فيها مبيد، تاكل مش عارف الدجاج فيه هرمونات، العلب بتاعها فيه دم وميته، فصار بعد ما طائر داء جن اصبح ايه من الكواسر من الجوارح. فانت بتاكل الجوارح كانك بتاكل نسر وعقبان ونسور وصقور. سبحان الله، دي ممنوع الاكل لان لها سبحان الله مخالب، لا اله الا الله. يعني سبحانك يا رب العباد، الانسان لما يغير يعني قال الشيطان: فلأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يعني يا ستار يغير خلق الله، يعني يغير حتى الايام والقناعات. فبقى اصبح ايه بدل الـ 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 القيام الرمضاني والصيام الرمضاني، لا بقى المسلسل الرمضاني. لا حول ولا قوه الا بالله. وزمان في لما طلع التلفزيون ولا قبل التلفزيون كان في الراديو زمان في الاربعينات والخمسينات يقول لك فوازير رمضان، وكان رمضان يشتغل بالفوازير. يقول لك وهل يجوز يا شيخ يعني رمضان يخلص كده من غير فوازير ولا من غير مسلسل؟ ايه علاقته بده؟ فسبحان الله، فالامه تريد ان تعود مره اخرى لترتب يعني سبحان الله يعني ترتب امور عقلها وترتيب اولوياتها مره اخرى. لازم الامه تعود مره ثانيه تشوف القضيه ونبدا من كل واحد فينا. ليه؟ لانه هذا الانسان يوم يعض الظالم على يديه. ليه؟ لانه يقول يا فلان ها اشتريت المسلسل ده بكام بكذا وانت بكذا وبعت المسلسل ده بكام وسوقته بكذا. ليه؟ لانه صادق من لا يوقفه، يعني كما قال العلماء: صديقك من صدق، من صدقك لا من صدقك. صدقك يعني ايه؟ يعني لما وجدك على الباطل اوقفك، لك عيب رايح فين؟ اتق الله. الله، هو كده اديله النصيحه. امال هو لما ما ينصحوش من ينصحه؟ وتجد الحكايه ليها ايه؟ الله اكبر، سبحان الله العظيم، لا قوه الا بالله. ويعني زي ما احنا شايفين في ناس في بلادنا العربيه لا يجدون لقمه العيش، وناس ثانيين عندهم من الكلاب ما يستطيعون بالطعام الكلب في اليوم او اليومين يطعم مخيما باسره من المطرودين واللاجئين الذين يعني اضطرتهم يد القهر ان يتركوا بلادهم وارضهم، لا لذنب صنعوه ولكن لوجود الظلم والظالم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى، يا ليتني، يا ريت ما كنتش اتخذته ايه صديق لي لانه تخلل وخدنا على طريق شر. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا
خليل انه اضلني عن الذكر بعد اذ جاءنا. القران كان واضح والعلماء قاعدين يتكلموا والحمد لله رب العالمين، الفضائيات موجوده والمصحف موجوده والمفسرين كثر والفقهاء الحمد لله. يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا انه اضلني عن الذكر بعد اذ جاءنا. بعد ما جاء الذكر سبحانه، وكان الشيطان للانسان خذولا. اللي دخل الشيطان هنا؟ ما هو قال لك شياطين الانس هم مقدمين على شياطين الجن. شيطان الانس مقدم على شيطان الجن سبحان الله. فده عايش معاك سبحان الله. يعني لا اله الا انت. يقول لك يا فلان انت صمت، تقول الحمد لله. طب صليت العشاء والتراويح؟ لا والله انا لا اصلي. الله، هو انت بتختار من الدين؟ هو يحب الصيام بس ما يحبش الصلاه. فلانه تحب الصلاه والصيام بس ما تحبش الحجاب. فبيختار من الدين اللي ايه؟ يعني اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هو كده زي ما عمل بني اسرائيل. ماذا صنع بنو اسرائيل؟ والله قالوا الحته دي تعجبنا ناخدها، دي انفذها، اما القطعه اللي ما تعجبنيش الحجاب ده صعب شويه، يعني ازاي اضغط يعني كده؟ الله، لا اله الا الله. ولذلك لو قرأ الانسان القران بوضوح شديد وبفهم اشد وضحت له الصوره. كيف؟ طيب، لانه يعرف ان اقرا هذه لها معاني، ليست فكر كما قلت لكم من قبل، لا مش فكر الخط، لا اقرا تعني الحمل وتعني الفقه وتعني المده الزمنيه وتعني الشموليه. هكذا كلمه اقرا سبحان تحمل المعاني سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان المؤمن يجب ان ياخذ من هذه الحلقه من اتخذه خليلا، حتى ان راني غافلا ذكرني، وان راني ذاكرا اعانني. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.